Thank you سهلا بكم من جديد على قناتي نتمنى انكم تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا مع وصفه جديده اليوم الكيك ديالي المعتاد اللي كنديرو دائما أه، يوجد في واحد المهله جد وجيزه ضيوف الغفله ولا تفرحوا به وليداتكم هكذا أه، يعملوا به ميريندا ولا يفطروا به أه، كيجي هشيش رائع وسهل وكنتمنى انه يعجبكم اللي اول مره كتشوف قناتي ما تنساش انها تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد لي تعليق وجيم وشكرا لكم على المشاهده وعلى بركه الله ندوزو للمقادير غادي نحتاجو قبيصة الملحة ثلاثة البيضات خميرة ونص ديال خميرة ونص هذه ديال الاديال واحد فاني واحد دانون ديال البنان انا غادي نستعمل البنان اللي بغي يدير فاني ديرو، نص كاس ديال السكر ولا كاس مع مرش كاس مع مرش الزيت قشرة حمضة وهنايا يعني عندي واحد ثلاثه د الكيسان د العنب ما من الدقيق والزبيب للتزيين مهم هاد الكيكه كتجي صغيره وهي كيكه المعتاده اليوميه ديالي اللي كتوجد بكل سهوله وسهله مهله واي بيت كيتوفر على هاد المقادير هادو اي مراه كديرها لوليداتها مهم غادي نبدا درت سمك قبيصه المليحه وغادي ندير البيض درت هاد الكاس مع مرش من السكر ولا نصف كاس السكر كيبقى على حسب الذوق دائما كنقولها وغادي نضيف هاد الساشي ديال الفاني غادي نخلط هاد العناصر مع بعض غادي نضيف كأس مع معمرش من العنبة ديال الزيت كأس معمرش مهم من بعد المرات كنعبر غير بالكاس دانون نيت كنعمل دانون ونعبر المقادير به كنعمل كاس ديال دانون د الزيت وكس دانون د السكر وبه كنعبر مهم انا دائما كندير الكيكه بدانون فاني ولكن هاد المره غندير البنان بما انني ذقت الكيكه عند صاحبتي بدانون البنان وعجبتني بزاف شحال هذه والله ما كانت كتعجبني الكيكه بدانون البنان كنت كنعملها يا اما بفاني يا اما بالحامض يا اما بالكوكو بهادو كاملين كتجي مزيانه ملي جربتها عند صاحبتي ب بدانون ديال البنان عجبتني وقلت غادي نعملها به مهم دانون دفاني راه كيتباع في ميركادونا حيت قليل هنا في اسبانيا باش تجبروه ولكن في ديك جوغوريس اللي كيجيو 16 16 الوحده اللي هما هادو اللي عندي انا دابا كيكون فيهم دانون دفاني كنحك ديك القشره الحامضه غادي نعود نخلط هاد العناصر مع بعضهم البعض هنايا غادي نقبط ديك ثلاثه د الكيسان ما عامرينش من الدقيق اللي عندي غادي نزيد عليهم الخميره الحلوه وهي خميره ونص تقريبا اللي غادي نعمل هذه ديال 8 غرام د المغرب الا عندكم د ليد العملو ديال ليدل كتجي فيها ما عقلتش ح 16 غرام وقيله مهم انا الكيكه ديالي كتعجبني نعملها بالخميره ديال المغرب كتجيني مفشفشه وهشيشه في نفس الوقت ولكن الا ما عندي ديال المغرب كنقضي باللي اللي ضروري احكم المهم دابا عملتها بديال المغرب غادي نخلط هذا الشيء وانا كنضيف الدقيق بشويه بشويه تنساليه مهم القوام ديال الكيكه راكم عارفينو على حسب المقادير البيض واش كبير ولا صغير الطحين واش كيشرب ولا ما كيشربش مهم عينكم ميزانكم حتى تجمع معنا الكيكه وانتم را عارفين الخليط الكيكه كيفاش كيجي المهم هذه كيكه عاديه في الصراحه ودغيا دغيا كتوجد الا جا عندكم شي حد غلاء على غفله ولا هذا كتجبروها هاد كتجبرو الدغيا كتوجد المهم انا غنستعمل هاد المول هذا هذا عندي صغير شويه عملت له دهنته بالزبده ودردرت عليه الطحين وغادي نكب فيه الخليط ديالي وغادي ندخلها للفرن على درجة حرارة 180 غنشعل غير من تحت حتى لي الكيكه مزيان كنعطيها نص ساعة الوقت حتى كطلع مزيان وتفشفش عاد كنشعل من الفوق واحد العشرة ديال الدقائق هذه هي الطريقه ديالي انا دائما اللي كندير الكيكه يعني كنشعل لها بعافيه مهيله وكنشعل لها غير من التحت نخليها نص ساعه حتى كطلع مزيان عاد كنشعل من الفوق المهم دائما نعليو يدنا الفوق ملي نبغيو نكبو نكبو الكيكه في المول باش تهوى وللتزيين هاد المرة انا اختاريت الزبيب غندردر عليها شوية ديال الزبيب وانتو ما حسب الاختيار تقدروا ملي تخرجوا هاد دهنو للوجه ديالة بضانة كراميل ولا الشوكولا ولا تعملوا للشوكولا دايب ولا ميرميلادا والكوكو ولا حسب الذوق ولا فروتو سيكوس يعني فواكه الجافة مهرمشة كل واحد وعلى حسب المتوفر عنده فانا اخترت اليوم هكذا بالزبيب وغندخلها للفران مده مده ساعه الا ربع تقريبا وكتوجد وها هي من بعد ما كنخرجوها من الفرن كتجي على هذا الشكل كتحمر لنا مزيان وكتجي مقرمشه وغزاله فهذا هو الشكل ديالها هكذا كتجي والدراري الصغار كتعجبهم بزاف الكيكة وهنايا غادي نقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعه في الصراحه وانا هاد الكيكه عندي مجربه وهي اللي كنستعمل دائما وكتعجبنا وما كتهوش مقادير بزاف كتكل دغيا دغيا كنغلبو عليها كناكلوها ما كتشيطشي بزاف وكتجي على هذا الشكل من هنايا كنبغي نشكر البنات اللي انضموا لي مؤخرا كنقول لكم شكرا شكرا على الاشتراك ديالكم وشكرا على الدعم وهكذا كتكون من الداخل كتجي رطيط باش وبقى سخونه بقى قطعتها وهي بقى سخونه باش نوريها لكم دغيا ونكمل الفيديو تجي لذيذة شكلا ومذاقا نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ونتمنى ان الكيكه ديالي هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم و عجبكم الفيديو ما تنسوش تبرتجيوه مع الاصدقاء ديالكم ما تنسونيش بالعجام والتعاليق الزوينه بحالكم اللي كتفرحوني بها في صراحة بزاف تعاليق ديالكم كنقول لكم شكرا من هذا المنبر وتهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله بسلامه